السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف حاجة على الدينامو، إزاي أخلي كل الفيوهات كابيتال وأخلي كل الشتات كابيتال وأخلي كل التكست عموما في الريفت في المشروع يبقى كابيتال. أولا أنا محتاج باكج اسمها رسم، هحملها دلوقتي. أجي هنا باكج وأقول له سيرش فور باكج، وهكتب الاسم الباكج ديت. الباكج دي عبارة عن مجموعة من الأوامر متجمعة في باكج واحدة، في حاجة واحدة، يبقى سهل إن أنا أستخدمها. تمام، يعني بدل ما أقعد أكتب شفرة طويلة، لأ بروح محملها على طول، وبيبقى جواها كذا حاجة مضغوطة مع بعض. فبقول له حمل لي الباكج ديت، وهاجي هنا أقول له أول أبر، وراح حاطط لي أول أبر. يعني هو بيسألني بقى عايز تحول كل التكست وكل الروم وكل الليفل وكل الشتات وكل الفيو تايتل انشيت لابر كيس. طيب ايه المطلوب مني؟ هو بيسأل هنا بيقول لي عايز بول، يعني عايز تقول لي ترو اور فولس. بقول له خلاص خد البولين ديت اهيت، وخليها لك قيمتها بترو، وحملها كده كده وخلاص، خلى كل التكست بترو وكل الروم وكل الليفل وكل شيت. هو جاي يحول الليفل. هو انت لما تيجي تعدل الليفل عموما بيسألك انت عايز الاسم الجديد دوت يبقى متغير كل الفيوهات. اه ماشي يس. تمام، شفت كل الفيوهات اهي بقت كابيتال. هاجي هنا اقول له كونفرت شيت وكونفرت فيو تايتل اون شيت. فشايف يعني بحاجه بسيطه جدا عملنا كل الفيوهات وكل الشيتات وكل الروم وكل التكست الى خليناها ابر. فالموضوع سهل وبسيط، فنهتم شويه بموضوع الداينامو.